النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. متابعينا في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. نهار اليوم ارتفعت درجات الحرارة بشكل ملموس، وساءت أجواء حارة نسبيا في عموم مناطق المملكة خلال ساعات النهار، لكن اعتبارا من يوم غد الاثنين تنخفض درجات الحرارة مع بدء تأثر المملكة بكتلة هوائية معتدلة الحرارة تعمل انخفاض ملموس على درجات الحرارة. نبدأ نشرتنا بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، لتوضح انتشار كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، تحديدا على ارتفاعات عالية ومتوسطة، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر في المنطقة الشمالية والوسطى والشرقية، لكن سرعان ما تلاشت هذه الغيوم وساءت أجواء صافية بشكل عام. نتحدث الآن عن درجات الحرارة، ونستعرض وإياكم خرائط توزيع درجات الحرارة المتوقعة من نهار اليوم وخلال الأيام القليلة القادمة. يوم الأحد سالت أجواء حارة نسبيا بسبب تأثر المملكة بهذه التيارات الحارة نسبيا القادمة من شبه الجزيرة العربية، لكن تدريجيا خلال الساعات القادمة تتحرك نحو المملكة كتلة هوائية معتدلة الحرارة تبدأ تأثيرتها على المملكة خلال يوم الاثنين، حيث تنخفض درجات الحرارة ويسود طقس صيفي اعتيادي أو معتدل خلال ساعات النهار، لكن بارد نسبيا إلى مائل للبرودة خلال ساعات الليل. يوم الثلاثاء أيضا تستمر تأثيرات هذه التيارات المعتدلة الحرارة في عموم مناطق المملكة خلال ساعات النهار، ويسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات الليل. نتحدث الآن عن توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة. تسود أجواء صافية مع 19 درجة مئوية كحرارة مقاسة، الملموسة 19، رطوبة مرتفعة نوعا ما، والرياح تكون خفيفة السرعة. نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. نبدأ بيوم الاثنين، تنخفض درجات الحرارة مقارنة بنهار اليوم لتسجل 27 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 15 درجة مئوية. يوم الثلاثاء 26 إلى 16، ويوم الأربعاء 26 إلى 15 درجة مئوية. نذهب الآن وإياكم ونستعرض التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة. نبدأ من المنطقة الشمالية، تنخفض درجات الحرارة كما ذكرنا بالمجمل لتزود أجواء صيفية معتدلة في عموم المناطق. المفرق 30 إلى 16، إربد 27 إلى 18، جرش 29 إلى 18، وعجلون 26 إلى 17 درجة مئوية. نذهب الآن للمنطقة الوسطى، الزرقاء 30 إلى 17، عمان 27 إلى 15، البلقاء 27 إلى 17، مأدبة 27 إلى 16، والبحر الميت 34 إلى 26 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية، الكرك 26 إلى 16، الطفيلة 26 إلى 15، الشوبك 24 إلى 12، معان 34 إلى 16، والعقبة 37 إلى 24 درجة مئوية. نختم نشرتنا بالتوقعات الجوية للمنطقة الشرقية، حيث تهب رياح نشطة مثيرة الأتربة والغبار، الأزرق 35 إلى 16، الصفاوي 37 إلى 17، ورويشد أجواء شديدة الحرارة مع 40 إلى 19 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.